في كرة القدم هذه لا مجال للخسارة، والخاسر وإن لم تسعفه ضربات الترجيح يبقى في النهاية يحمل لقب الرابح، وهذا ما بات يحلم به هؤلاء الأطفال السوريون اللاجئون الذين فرقتهم الحرب وأبعدتهم عن ديارهم ليجمعهم هذا الملعب الصغير ضمن دورة رمضانية رياضية ترعاها 8 مجموعات خيرية سورية. كل فريق تطوعي سوري بالأردن بيشتغل جاب 10 أطفال، الهدف منها الدعم النفسي والاجتماعي للأطفال، نحاول نطلعهم من الجو اللي هن فيه. الأطفال أغلبهم إجوا لهون وما عندهم يعني ما عندهم معرفة ببعض، ما بيختلطوا ببعض كثير بسبب إنه كل مين قاعد بمنطقة، فحبينا نجمعهم نجيب المميزين منهم الموهوبين بكرة القدم ونلعبهم بدوري كرة قدم برمضان. الأطفال لما بيشاركوا بهيك فعاليات عم نحاول نطلعهم من جو المشحون حالة الحرب وحالة الاقتتال ليتحولوا لحالة الحياة الطبيعية ويرجعوا يدخلوا بالحياة الطبيعية لأي طفل. 80 طفلا سوريا تم توزيعهم على 8 فرق وجدوا في ملعبهم الصغير مساحة كبيرة تحقق أحلامهم التي تركوها في سوريا، والأحلام تعود اليوم في كرة ركلوا معها أحزانهم كما يقولون، وفرحتهم تسبق خطاهم السريعة وهم ينتظرون الجوائز وملابس العيد الجديدة. الوضع في سوريا يعني ما منيح كثير، بس احنا هم نجي يعني ما يعني بشوف خلص نتم حزن ننبسط. الحمد لله مبسوطين كثير بهالبطولة لأنه لعبنا واكتشفوا مواهب وإن شاء الله بنعمل بطولة في سوريا أحلى منها. نحن هون جابونا مشان نلعب طابة ونتسلى وننسى إنه نحن بالغربة يعني برات سوريا، وإن شاء الله رمضان الجاي بنكون في سوريا. أحلام هؤلاء الأطفال وإن ولدت اليوم على أرض اللجوء إلا أنها تعدت مرارة البعد عن الوطن لتصل الأحلام حد احترافهم كرة القدم، ومع كل هدف سدد أهداف إنسانية تحققت وأعادت الحياة لأمنيات أطفال لم تمت بعد. عماد العضايلي، العربية، عمان.